صباح الخير مشاهدي متابعي قناة الفرات الفضائية، متابعي برنامج الشؤون. صباح الخير لكل قادتنا في وزارة الداخلية، وعلى رأسهم السيد معالي وزير الداخلية عبد الأمير الشمري المحترم الراعي والمتابع لكل قضايا المواطنين في بغداد وكافة المحافظات في مختلف مفاصل وزارة الداخلية. صباح الخير لكل أبطال الشؤون الداخلية في بغداد والمحافظات، وعلى رأسهم السيد مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء الحقوقي حسن الغنامي المحترم. صباح الخير لأبطال الشرطة الاتحادية، أبطال الرد السريع، أبطال قيادة قوات حرس الحدود المرابطين في ساحات الوغى والمدافعين عن سور الوطن. صباح الخير لكل الضباط والمنتسبين والموظفين العاملين في مختلف مفاصل وزارة الداخلية والذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تقديم أفضل الخدمات لكل مواطنينا الكرام. صباح الخير لكادر برنامج الشؤون وللمخرج المبدع نورس العنزي. بعد الفاصل إن شاء الله ستكون أرقام الهواتف أسفل الشاشة وبانتظار اتصالاتكم. عودة مرة أخرى مشاهدينا متابعي قناة الفرات الفضائية، وناخذ أول اتصال ضمن اتصالاتنا لهذا اليوم ونقول ألو شؤون. نعم، إذن نأكد من خلال شاشة الفرات بخصوص المتصلين. إن شاء الله الجميع يسمعنا من خلال شاشة التلفاز ويترك من شاشة عفوا من التليفون ويترك لنا شاشة التلفاز، لأن أكو فرق بالصوت وأكو فرق بالمسافة بنقل الصوت، وهذا يسبب مشكلة بالاستماع إلى الطلب أو الشكوى اللي تنطرح ضمن برنامجنا. كذلك نؤكد على توجيهات السيد مدير عام الشؤون الداخلية، في حال أي شخص ما يقدر يحصلنا في برنامجنا يحضر إلى مقر المديرية العامة للشؤون الداخلية والأمن. نأخذ أول اتصال ونقول للشؤون. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي العزيز. سؤال رياض شرطة محافظة النجف. اسم جنابك، أنت شرطي منتسب حاليا مستمر؟ نعم، حسن رزاق عداي كاظم حدراوي. شو اسمك؟ حسن رزاق عداي. حسن؟ نعم أستاذ. حسن رزاق عداي. حسن انت نعم. انت يعني تستعمل ويانا المصطلح العسكري، وانت جنابك منتسب مستمر بالخدمه، تقول لي نعم. استاذ تقول لي للشخص المدني الموظف نعم. اللي يعمل وياك مؤسستك. تفضل تفضل، هذه السياقات تفضل. نعم سيد الغالي. سيد انا الشرطي قديم زمه صدام، لحد الان ما مسوي امر وزاري، الترقيات كلها يبعدوها عني. عجب ما ثبتت بال 2007 2010 لحد الان. والله سيد الغالي يعني حاكي بس اسمح لي بس اسمح لي انا اسالك تجاوبني، ايش عجب ما رفعت معامله تثبيت؟ يقول رفع عليكم ما يثبتون لحد الان، هم ذهبت يعني مديرية شرطة محافظة النجف، والله لحد الان زين اقران جمعت وياي ثبتوهم ما لحد الان بعد. انت مستلم قطعة ارض بال 2000؟ لا والله ما مستلم سيد الغالي. اذا انت اكو مشكلة بامر تعيينك الاولي، راح انت تعطيني اسمك، اعطيني اسمك حسن رزاق عداي، بعد عداي الرباعي واللقب؟ كاظم الحدراوي سيد الغالي. كاظم الحدراوي. الحدراوي، اسمع النداء اخي العزيز. برنامج الشؤون للسيطرة. هلا بالمراقبة، كافة الأجهزة بالمراقبة والاتباع الجاهز بالوقت الحاضر. هلا برنامج الشؤون سيدي، الله يساعدك اسمعك جيد. تفضل سيدي أرسل أجر. أشكرك أخي العزيز، صباح الخير عليك وعلى كادر السيطرة جميعاً. عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في وكالة شؤون الشرطة العقيد حيدر المحترم فيما يخص موضوع المتصل حسن رزاق عداي كاظم الحدراوي، حسب ما يخبرنا أنه عنده خدمة سابقة قبل 2003 ومستمر لحد الآن، ولكن بدون تثبيت تدقيق موقفه واسمه ضمن الإدارة في وكالة شؤون الشرطة. أسباب عدم ترويج معاملة التثبيت إذا كان ضمن السياقات المعمول بها، بارك الله فيك.
شكرا سيدي. نعم استلمت واضح. هلا مدير الشؤون الوزاريه شؤون الشرطه جد. نعم سيدي عقيل حيدر تفضل. هلا مدير شؤون وكاله شؤون الشرطه، تحياتنا وتقديرنا الى الاخ مقدم سيف المحترم. شكرا لك. وكادر قناه الفرات الفضائيه وجميع الساده المشاهدين والمستمعين. تم تثبيت اسم المتصل حسن رزاق عدائي كاظم منسوب شرطه النجف، وسيتم تدقيق موضوعه في مديريه الشؤون الاداريه واعلامكم. شكرا سيدي. نعم شكرا سيدي عقيد حيدر. صباح الخير. الله يسعدك ويسعد الجميع. نعم السلامه واضح. هلا برنامج لشؤون سيدي المعلومات تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العقيد المحترم. كذلك اذا كانت عنده اجابات بخصوص الحلقات السابقه ان شاء الله اثناء وقت البرنامج. نعم اذا الاخ حسن رزاق الداي سيتم تدقيق موضوعك ضمن مقر وكالة شؤون الشرطة إن شاء الله ونعطيك إجابة. ناخذ اتصال آخر لشؤون مدير شؤون بغداد الرصافة. إذا إجابة قبل الاتصال. برنامج لشؤون سيدي. يتفضل السيد مدير شؤون بغداد الرصافة العميد جواد الصافي المحترم. ألو مدير شؤون بغداد الرصافة الله يساعدك سيدي نادي التجيد تفضل أرسل أجب. نعم أخي أشكرك الله يبارك في جهودكم ان شاء الله لخدمه المواطن والمنتسب. شكرا سيدي. صباح الخير عليك وعلى الجميع. تحياتي للاخ المقدم سيف وكادر قناه الفرات الفضائيه والسيطره المركزيه والمشاهدين الكرام. نعم سيدي. اجابه من الحلقه السابقه بخصوص اجابه الملازم الجريء. نعم. حيدر خلص كريم تم ارسال كتاب مديريه الشهداء والجرحى المرقم 1982 في 22/2/23 الى مديريه الخدمات الطبيه لبيان الراي. هل هو مستحق معين متفرغ لكي ترسل الى مديريه الموارد البشريه لاجراء اللازم؟ وتم تكليف الاخ الملازم والباسل للامور الطبيه متابعه باقي التفاصيل. كذلك اجابه الحلقه السابقه بخصوص الشرطه المتفاعل جهادي شبران شلاف. نعم شرطه النجف الى مديريه شرطه محافظه النجف الاشرف تم ارسالها الى هيئه التقاعد الوطنيه قسم قوى الامن الداخلي الرقم 45547 في 3/7/2014 لغرض تدقيقها ومنحه الحقوق التقاعديه. للعلم لم يراجع. اشكرك بارك الله بجهودكم. مدير الشؤون بغداد الرصافه سيدي الله يسعدك ويسعد الجميع وشكرا لجهودك بارك الله فيك سيدي. نعم الصمت واضح. برنامج لشؤون سيدي للمعلومات تفضل. اشكرك اخي العزيز. فقط فيما يخص جهادي شمران التاريخ صحيح 3/7/2014 يعني معاملته من ذلك التاريخ مرسلة ولحد الآن. مدير شؤون بغداد الرصافة سيدي أخي أشكرك. صحيح هذا التاريخ منذ 2014 ولم يراجع هيئة التقاعد الوطنية بارك الله فيك. نعم سيدي شكرا. برنامج شؤون سيدي للمعلومات تفضل. أشكرك أخي على مسمع من نداء السيد العميد المحترم وجميع النداءات شكرا بارك الله بك. إذا الأخ الملازم. هلا مدير شؤون وكالة شؤون الشرطة. نعم. يعني آسفين احنا خلينا يمكن برنامج من الاتصال. يتفضل السيد مدير شؤون وكالة شؤون الشرطة. ناديتنا جاي السيد يتفضل أرسل أجب. نعم سيدي تحياتي للاخ واحد اعلام الشؤون. بالنسبه للاجابه للحلقات السابقه باسم المتصل محمود مصيف جاسم. نعم. حول اضافه خدمه نود اعلامكم في الوقت الحاضر احتساب الخدمه متوقفه لحين اقرار الموازنه. اما بالنسبه لخدمه العقد تم ايقاف العمل بها حسب امر امانه العمل مجلس الوزراء بالعدد 36883 في 10/12/2021. اما المتصل الاخ غسان عدنان جامل الموضوع اللي نقل من قاطع بغداد جيلي الى قاطع الشعله ضمن حمايه المنشات كتاب وكاله شؤون الشرطه المعنون الى قياده شرطه الرصافه بيان راي موضوع بيان راي ذو العدد 65662 في 11/4/2023 لم يتم الإجابة لحد الآن. نعم إذن بالانتظار الإجابات. شكرا لجهودك سيدي بارك الله فيك. نعم وسلمك واضح. برنامج لشؤون سيدي للمعلومات تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العقيد المحترم شكرا بارك الله فيك. إذن الأخ المتصل ويانا بعدك عجل. نعم آسفين أخرناك يعني بس بسبب النداءات هذه إجابات بالحلقات السابقة. تفضل أخي العزيز تسمعني؟
صباح الخير سيد العزيز. صباح الخيرات، اهلا وسهلا بك. سيد العزيز، محمد صلاح حسن الجبوري. محمد حسن؟ محمد صلاح حسن احمد. فلاح، عفوا فلاح. نعم سيد، محمد صلاح حسن. فلاح حسن، تفضل. سيد العزيز، والدي شهيد منسوب الى قياده قوات حرس الحدود. الله يرحم الشهداء جميعا. يرحم والديك سيد العزيز. اي منطقه؟ سيدي المنطقه الثانيه. نعم. سيد العزيز، قبل 3 أشهر واجهت السيد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري. نعم. فقدمت له طلب تعيين بدل والدي الشهيد، وحصلت موافقة السيد الوزير. نعم. وصدر الكتاب من مكتب السيد الوزير إلى مديرية إدارة التطوع. نعم. زين، رقم الكتاب؟ سيد نعم. رقم الكتاب؟ ألو. رقم الكتاب عفوا. رقم الكتاب سيدي. سيدي الكتاب راح وصل مديرية إدارة التطوع، وراجعت سيدي قالوا لي انتظر رسالة. جيد، يعني أمورك ماشية، إجراءات يعني بالإجراء لحين إكمال المعاملة. نعم سيدي، قالوا لي انتظر بهالعشر أيام تجيك رسالة، وهذا صار 3 أشهر سيدي ما إجت. انطينا رقم الكتاب. انطينا رقم الكتاب. نعم سيدي. سيدي 2030. 2030؟ بس الكتاب تأكد لي من الرقم أخي العزيز. سيدي نرفق رقم صورة كتاب مكتب الوزير، هي العدد هو هذا؟ لا، الكتاب اللي بالموافقة المسطر عليه هامش السيد معالي وزير الداخلية المحترم هو هذا. ايه، نرفق رقم صورة كتاب مكتب الوزير. نعم. هي العدد؟ نعم. 1-2-8-3-8. هاي يسرى لو يمنى بداية قراءتك للكتاب سيدي. يعني ألف و... يسرى سيدي. يسرى 1-2-8-3-8. 1-2-3-8 أخي. سيدي 1-2-8-3-8. 8-3-8 في 2023. 21-3. نعم نعم سيدي، فراجعت مديرية إدارة. واضح، احنا واضح واضح، وصلت الصورة. أنت تجهل باقي الإجراءات، احنا راح ندقق اسمك ونعرف شنو آخر إجراء بحقك، اسمع النداء. بارك الله فيك. بارك أهلا الله وسهلا فيك. أهلا وسهلا. برنامج لشؤون السيطرة. جيد سيدي، تفضل. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك نادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في مبنى الوزارة العميد عقيل المحترم فيما يخص موضوع المتصل محمد فلاح حسن. سبق وأن استحصل موافقة السيد معالي وزير الداخلية كون والده شهيد بالتعيين بدل والده. رقم الكتاب المعنون إلى مديرية إدارة التطوع 1338. 1838 في 21-3-2023، هذا رقم الكتاب حسب ما زودنا به الأخ المتصل، ضمن مديرية إدارة التطوع. آخر إجراء بحقه، بارك الله فيك. شكرا سيدي. نعم وصلت. واضح. ألو مدير شؤون مبنى الوزارة جو. نعم سيدي عميد عقيل، تفضل. مدير شؤون مبنى الوزارة الأستاذ رفي، بارك الله فيك. صباح الخير عليك وعلى كادر السيطرة. صباح الخيرات سيدي. وأيضا على كادر برنامج ألو شؤون وكذلك كافة الأخوة المستمعين والمشاهدين. شكرا سيدي. بخصوص اتصال الأخ المتصل محمد فلاح حسن. نعم. أود أن أبين أنه بين باتصاله أنه رقم كتابه 12838 وليس 1800. صحيح، 12000. نعم. وليس 1838. نعم. في 21-3. وللمعلومات يتم تقرير موضوع ضمن مديرية إدارة التطوع والإجابة خلال فترة البرنامج. بارك الله. شكرا سيدي، ذاك هو الصحيح. نعم سيدي، بارك فيك الله يسعدك ويسعد الجميع وشكرا لجهودك. استلمت واضح برنامج لشؤون سيدي للمعلومات، تفضل. أشكرك أخي العزيز، نداء السيد العميد المحترم هو الصحيح 12838 في 21-3-23. شكرا، بارك الله بك. إذا الأخ محمد فلاح إن شاء الله لك إجابة من وقت البرنامج. إذا إجابة من السيد مدير شؤون بغداد الكرخ العميد محمد بلاد المحترم. تفضل سيدي. أي نداء المنادي؟ يتفضل السيد مدير شؤون بغداد الكرخ المحترم. الو مدير شؤون بغداد الكرخ سيدي، الله يساعدك، اسمعك جيد، تفضل سيدي ارسل اجر. نعم سيدي عميد محمد. مدير شؤون بغداد الكرخ الاستاذ المركزيه،
الأخ مقدم شيخ كابر برنامج الشؤون تناسي فرات الفضائية وجميع مشاهديها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحلقة السابقة الأخ محمد حميد مشيع دفاع عن الإنسان طلب الرجوع إلى ملاك وزارة الداخلية حتى بين أنه معين ثبت تاريخ 2003 ولا يوجد له أمر إداري بالتعيين وغير مستوفي لشروط العودة. أشكرك أخي. شكرا سيدي. مدير شؤون بغداد ذكر سيدي، الله يسعدك، شكرا لجهودك. نعم الصلمة واضح. برنامج جهاز شؤون سيدي للمعلومات، تفضل. أشكرك أخي العزيز على نسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله بيك. إذن الأخ محمد حميد وشيع تابع موقع قناة الفرات ضمن اليوتيوب راح تأخذ الإجابة. نأخذ اتصال آخر ولشون. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون سيدي، شلون أمورك؟ يا أهلا وسهلا بيك. وياك متصل صباح كامل. صباح؟ صباح كامل. صباح كامل جبر؟ نعم سيدي. صباح انت راجعتنا مو المقر الوزاره؟ اي سيدي، حبيت اشكر العميد عقيل على الجهد الذي بذله وياي. نعم. ما قصروا سيدي والله العظيم، يعني انجازهم كلش، يعني شو اقول لك، فرحت بقد الدنيا صارت نصرتهم. انت اتصلت بينا بحلقتين؟ نعم سيدي. نعم، شنو الاجراء اللي صار؟ شاي وماي وقاسم واجبي يعني بصوره صحيحه، يعني والله حسيت بشعور غريب يعني، لكن ما قلت لك قال يوم بتوقع ذيك شيء. اريد الله يكون يوفقه ويحطه منصب اجد من هذا الشيء. الله يحفظك، هو هذا واجبنا، نحن نعمل على خدمة المواطن والمنتسب على حد سواء. اليوم بشكر المفوض علي بالشؤون، والله قام واجبه، يعني مرات يمكن مصعد الزعام ينزل عدد من الطابق السادس للاخير. يعني هسه احنا موضوعك نقول ان شاء الله انجز؟ ان شاء الله سيدي، ما قصروا وياي والله العظيم، يعني قاموا بواجبي، يعني شفت كان هناك يعني اتمنى ضايق وصارت يمه، يعني فرحت بقد الدنيا صارت يمه. الحمد لله. انت من اي محافظة؟ من اي محافظة جيتنا؟ أنا الديوانية سيدي، الديوانية. نعم الديوانية، أهلا وسهلا بك. أشكرك أنت سيدي عمي، جيتك ما قصرت، جزاكم خير الجزاء إن شاء الله. الله يحفظك، هذا واجبنا أخي، هاي توجيهات المراجع في وزارة الداخلية. اليوم الله يحفظك، اليوم بالتأكيد، شكرا لك. اليوم بالتأكيد هي هاي المصداقية بالتعامل، توجيهات المراجع في الوزارة، توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم بالاهتمام بقضايا المواطنين والمنتسبين والعمل على حلها ضمن السياقات المعمول بها في وزارة الداخلية. اليوم برنامج جاء لشؤون برنامج مباشر وحلوله مباشره، اذا هو باب من ابواب وزاره الداخليه المشرع امام الجميع. ان شاء الله انه السيد العميد مدير شؤون مبنى الوزاره العميد عقيل المحترم من اكثر الاتصالات اللي ترد لبرنامجنا ترد على مبنى الوزاره، واليوم السيد العميد اجراءاته واجاباته فوريه ضمن وقت البرنامج. شكرا للاخ صباح على رد المعروف والشكر، لأن بالتأكيد اليوم احنا بنقدم خدمة لشخص، هذا الشخص مظلوم متعوب من محافظة إلى أخرى، اليوم احنا ببدالة نتابع موضوعه ونتابع قضيته. شكرا لك سيدي العميد عقيل المحترم مدير شؤون مبنى الوزارة. ناخذ اتصال آخر ولشؤون. ألو. ألو تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مقدم سليم، شلونك سيدي؟ يا أهلا وسهلا أخي العزيز. أنا جاسم محمد بدن، المنتسب بوزارة الدفاع. جاسم محمد بدن، يا أهلا وسهلا بك وبكل منتسبي وزارة الدفاع. اللي انسرق راتب بالكيكارد واتصلت بحضرتك. نعم. فمن خلال برنامجكم أشكرك أولا. شكرا وأشكر لك. وأشكر البرنامج. شكرا لك. وشكري إلى مديرية الشؤون من الاستعلامات لحد العميد أمير. العقيد أمير مدير شؤون بغداد. مراكز يعني الشرطه في جانب الكهف وقف موقف يعني اخ الاخو، ولحد اليوم الان القضيه مالتي محكمة الجنايات بفضلكم وفضل جهود العقيد امير وفضل مقدم نائب. نعم. هاي القضيه تابعوها كانه قضيتهم هم بالذات. نعم. زين. نعم. فشكري لك ولبرنامجك والداخليه من وزيرها الى اقل منتسب فيها، لان حقا جبت الحق لصاحبه. بالتأكيد ممتن منكم، جدا ممتن منكم، أسأل الله أن يوفقكم ويحرسكم مع هذا يسر على عوائلكم. أخ جاسم احنا هم ننصحك مرتلوخ لا تقع بنفس الخطأ إن شاء الله. أنت اتصلت بينا طبعا. صح. أي اتصلت بينا واحنا وجهناك بالإجراء، وكذلك تم متابعة شكواك من قبلنا، من قبل السيد مدير شؤون بغداد الكرخ العميد محمد بلاد المحترم، والسيد العقيد مدير شؤون مراكز الشرطة في جانب الكرخ العقيد أمير المحترم. اليوم احنا هذا الكلام يثلج الصدر. اليوم بالتأكيد هذه نتيجة لمصداقية التعامل. إذا عندنا شيء نفتخر به. نعم. ومثل ما يقول رفع رؤوسنا فهو أنتم بالذات، تحديدا أنتم. شكرا لك، هذا واجب. الله يبارك فيك
يوفق وان شاء الله من نجاح الى نجاح. شكرا لك والله، فرحانين فرحانين اليوم ان احنا اليوم انت اتصلت بينا يمكن بالقوه حصلتنا. اي والله يا عبد، لا احنا متصلين بيك حتى الناس هم يسمعون يعني حتى يعرفون يعني مصداقيه من الاتصال. من بدا البرنامج هسه صار ثلث ساعه يلا قدرت احصلك. بالتاكيد اكو زخم على الاتصالات. شكري لمديريه الشؤون الداخليه اجمع. شكرا لك، هذا واجبنا وان شاء الله. وللاخ مقدم نائب والك تحيه خاصه. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يوفقك ويحرسك ويحرس عائلتك. الله يسلمك ويحفظك، هذا واجبنا وان شاء الله نحن على قدر من المسؤوليه بتقديم هذه الخدمه. شكرا لك اخي العزيز. اذا ناخذ اتصال اخر. لشون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك سيدي العزيز؟ يا اهلا وسهلا بك. سيدي انا هلا مدير شؤون وكاله شؤون الشرطه. نعم. ايه فحصنا وكملنا بس نعرف. انت منسوب وزارة يعني الدفاع؟ ايه نعم. اسم جنابك؟ اسم جنابك؟ سالم حامد منصور. سالم حامد منصور، شنو موضوعك؟ شو الفنية يا سيد؟ احنا بس اريد اعرف اسمه موجود ما موجود، بس تتاكد انه من عده. يعني انا اتمنى انه عندي جواب لجنابك. احنا فقط برنامجنا خاص بوزارة الداخلية. سيد انت ليش مره خصصت لنا ال 590؟ قلت لنا جاي انت دي انت فاحص هذا الـ هذا ال 590 للداخليه وليس للدفاع. اها ما يعني ما حصل على الدفاع. نعم هذا يخص وزاره الداخليه وليس وزاره الدفاع. احنا يعني ما عندنا اي اتصال او نداء مع الاخوان في اعلام وزاره الدفاع، واذا يسمعونا ويسمعون مناشدتك ارقام الهواتف موجوده اسفل الشاشه. سيد هسه ما تقدر تشوف لنا اياه؟ والله انا هاي المناشده للاخوان في اعلام وزاره الدفاع ان شاء الله يسمعونها ويتصلون بينا على ارقام الهواتف. شكرا لك ولاتصالك اخي العزيز. ناخذ نداء من السيد مدير شؤون وكاله شؤون الشرطه برنامج الشؤون للسيطره. برنامج الشؤون للسيطره. جيد سيد تفضل. اشكرك، تفضل السيد مدير شؤون وكاله شؤون الشرطه العقيد حيدر المحترم. إذا كانت بصحبته إجابة. شكرا سيدي السلمة واضحة لو مدير الشؤون وكالة شؤون الشرطة جب. نعم. نعم سيدي. هلا مدير شؤون وكالة شؤون الشرطة، بالنسبة لإجابة المتصل المنتسب حسن رزاق عداي كاظم. نعم الحضراوي. تدقيق اسمه. تبين أنه كان هارب والتحق إلى الخدمة في العفو الأخير وبإمكان المتصل مفاتحة وكالة شؤون الشرطة عن طريق مديريته قسم الأرشيف وقسم إدارة المراتب وفق السياقات المعمول بها لإجراء اللازم وترويج معاملة التفتيت. واضح. شكرا لك جودتي، بارك الله فيك. نعم وصلت واضح. برنامج جهاد الشؤون سيدي للمعلومات تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العقيد المحترم. شكرا بارك الله بك. إذا الأخ المتصل في بداية البرنامج حسن رزاق عداي كاظم الحدراوي، بإمكانك تقديم طلب أصولي. جنابك كنت هارب وعدت بالعفو الأخير، بإمكانك تقديم طلب عن طريق دائرتك وإرساله إلى وكالة شؤون الشرطة مديرية إدارة المراتب وكذلك الأرشيف لغرض إجراء اللازم وتثبيت إجراءاتك. ناخذ اتصال آخر لشؤون. ألو مشاهدك. وعليكم السلام، أهلا وسهلا سيد العزيز. شلونك؟ شو صحتك؟ الله يحفظك ويبارك بيك. اسم جنابك؟ الله يخليك. الغالي شو صحتك؟ علي جاسم هندال. علي؟ علي جاسم هندال. علي جاسم هندال. هندال؟ اي نعم. اهلا وسهلا بك، من اي محافظة؟ سيدي انا من بغداد. بغداد يا اهلا بيك. مفوض متقاعد. نعم اهلا وسهلا. سيد العزيز اريد اجي يمك. شلون؟ يعني شنو عندك شكوى؟ مناشدة. لا مناشدة سيدي. مناشدة تحب تطرحها على الجو ولا تريد تراجع الى مقر المديرية؟ لا اريد اراجع، اريد اراجعك سيدي، اريد اراجعك بكيفك يعني. اهلا اراجعك يعني. تعال لنا. اهلا وسهلا، يوم غد الساعة 9 الصبح بنكون بانتظارك. الو مقر الشؤون تجينا؟ المقر الشؤون الداخلية من جهة ملعب الشعب مدخل الوزارة. شو وقت اجيك سيدي؟ شو وقت اجيك؟ يوم غد بالتسعة. بالتسعة يوم غد اجيك ان شاء الله. اهلا وسهلا. اي والله يحفظك. بالباب باستعلامات المديريه تبلغهم قول لهم انا عندي موعد من المقدم سيف من خلال برنامج الو شؤون. معدل انت اقربك معدل، الفرح مع الوادي. الله يحفظك، الله يحفظك يبارك فيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اخي العزيز. ناخذ اتصال اخر. الو شؤون. الو الو الله يسعدك استاذ. يا اهلا وسهلا. مديريه شرطه كركوك. مديريه شرطه الاداره للسيطره.
دقائق سيدي العزيز. نعم تفضل. حسين خليل حسين منتسب الى مديريه شرطه كركوك. حسين خليل حسين حمادي. حمادي احنا بالنسبه شرطه كركوك. نعم 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 تفضل. بالنسبه احنا الموصولين سوينا مجالس وعوده وفحوصات ولحد الان يعني باشر بالدوام ولا اي شيء. انت كملت اجراءاتك ضمن مقر القياده؟ نعم. رفعوا كتابك الى الوكاله؟ نعم يعني قالوا رفعناه في بغداد للوزاره وانتظر صار سنه ونص اكثر يعني. راح ندقق لك انت يعني بلغوك على الموازنه بانتظار الموازنه حكى وزاره اجراءاتنا مكتمله. بلغوك على الموازنه؟ لا والله راح نشيك موضوعك ونعطيك اجابه. اسمع النداء. برنامج لشؤون للسيطره. اشكرك اخي العزيز. يتفضل السيد مدير شؤون مبنى الوزاره العميد عقيل المحترم اذا كان عنده اجابه يتفضل. الو مدير شؤون مبنى الوزاره سيدي نادي التجريد تفضل سيدي ارسل اجابه. نعم سيدي عميد عقيل. مدير شؤون مبنى الوزاره للسيطره اخي بارك الله بك بخصوص اتصال الاخ المتصل محمد فلاح حسن اللي بين انه يروم التعيين بدل والده الشهيد الله يرحمه. نعم سيدي. يعني للمعلومات تم تطبيق موضوع اسمه وتبين ضمن قاعده البيانات مجموعه من نفس الاسم مشابه. هل امكن اسم الرباعي واللقب او جلب اولياته او ارجع له انه ندقق له؟ استمت بارك الله فيك. واضح سيدي. شكرا لجهودك استلمت سيدي واضح. برنامج جالس شؤون سيدي للمعلومات تفضل. اشكرك اخي العزيز على ما اسمع من ذا السيد العميد المحترم راح يتم اجراء اللازم. الاخ محمد فلاح حسن إذا جنابك بعدك تتابع البرنامج حاول أنه تتصل بنا مرة أخرى حتى تزودنا باسمك الرباعي واللقب أو الحضور إلى مقر الوزارة من جهة ملعب الشعب وإن شاء الله راح يكون بانتظارك السيد مدير شؤون مبنى الوزارة العميد عقيل المحترم. كذلك سيطرة كذلك عن طريق منادات السيد مدير شؤون وكالة شؤون الشرطة العقيد حيدر المحترم فيما يخص موضوع المتصل حسين خليل حسين حمادي منسوب شرطة كركوك سابقاً حسب ما يخبرنا انه اكمل اجراءات الاعاده الى الخدمه تدقيق موقفه اجراءاته مكتمله من عدمها. برنامج الشؤون سيدي نعم الصمت واضح. الو مدير الشؤون وكاله شؤون الشرطه جد. نعم سيدي عقيد حيدر تفضل. الو مدير شؤون وكاله شؤون الشرطه على مسمع من نداء السيد مقدم سيف المحترم وسيتم تدقيق موضوعه واعلامكم. ان شاء الله سيدي العزيز. بارك الله فيك سيدي شكرا لجهودك نعم الصمت واضح. برنامج جهاز شؤون سيدي تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من جميع النداءات شكرا بارك الله بك. كذلك من خلال برنامجنا دائما ما نؤكد انه الثقل الاكبر من برنامجنا يقع ضمن مديريه الموارد البشريه في مقر الوزاره من خلال السيد مدير شؤون مبنى الوزاره العميد عقيل المحترم والسيد مدير عام الموارد البشريه اللواء حسين سبهان المحترم وكذلك الثقل الآخر ضمن وكالة شؤون الشرطة. إذن شكر وتقدير للأخوان في وكالة شؤون الشرطة وعلى رأسهم السيد وكيل الوزارة شؤون الشرطة المحترم والسيد اللواء مدير الإدارية والمالية في وكالة شؤون الشرطة. ناخذ اتصال. نعم. نعم. السلام عليكم سيد. إذن بالتأكيد يعني الأخ الزميل المخرج يخبرنا أنه الأجهزة واللود بالاتصالات أغلب من قبل الأخوان الفاحصين واحنا سبق وان خبرناهم انه موضوع الفاحصين الرقم 590 يتصلون عليه وكذلك بانتظار الاجراءات، اجراءاتهم مكتمله حتى ما يحتاج يتصلون. الاسم موجود وجت رساله وعاد فحصه ينتظر الرساله الاخيره والاجراءات الاخيره لحين اقرار الموازنه. فاحنا اليوم ضمن برنامجنا نريد نفسح المجال لباقي المناشدات ولباقي القضايا الاخرى. موضوع الفاحصين موضوع محسوم، احنا ننتظر نعاون باقي الاخوان، ما نريد نشغل البرنامج فقط بقضيه الفاحصين. ناخذ اتصال والشؤون. الو السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمه الله. اذا متصل تراس علي جاسم قبل اسبوعين خابرتك والدتي. نعم، شنو كان موضوعك؟ على مود العوده للشرطه. اسمك شنو؟ علي جاسم شنو؟ فراس علي جاسم. فراس علي جاسم عثمان. عثمان؟ نعم سيدي. وين كنت تداوم؟ سيدي مركز الشرطة الشط العرب. احنا وجهناك تراجع مقر الشؤون الداخلية بالبصرة. سيدي رحت. نعم. ودزوني للوزارة، قالوا منها قدم طلب. شنو الطلب اللي تقدمه؟ وين رحت بالوزارة؟ رحت يم عميد عقيل. نعم. جزاه الله ألف خير وشكرا وداني
إذن هذا الموضوع يخصك، اسمع النداء، اسمع النداء، خليك ويانا. يتفضل السيد مدير شؤون مبنى الوزارة العميد عقيل المحترم. مدير شؤون مبنى الوزارة سيدي نادي التجيد، تفضل تفضل سيدي أرسل أجر. نعم سيدي. أخي بارك الله بك، بخصوص الأخ المتصل المنتسب السابق فراس علي جاسم، للمعلومات تم حضور التاريخ يوم 14/5 في المقر القسم واستصحابه إلى مديرية إدارة مديرية إدارة الموارد البشرية قسم الإعادة. نعم. وتم استيضاح موضوعه أنه تبين لم يروج سابقا معاملة إعادة للخدمة، وتم توجيه أنه يتم ترويجه عن من الجهة اللي تم فصله من عدا آخر مرة اللي متمثلة بقيادة شرطة البصرة. وللمعلومات تم التنسيق المباشر مع الأخ حميد غالب مدير شؤون البصرة. نعم. والتواصل معه لأكثر من مرة ولحد أول البارحة الأربعاء الماضي بخصوص موضوعه، وتم توجيه القيادة شرطة البصرة لغرض اكتمال الإجراءات. بارك الله بك. شكرا سيدي لمتابعتك. نعم سيدي، حاليا نداءك وإجراءك جدا واضح، بارك الله بك سيدي وشكرا لجهودك. نعم وصلت واضح. نعم. برنامج جالس شؤون سيدي للمعلومات، تفضل. أشكرك أخي العزيز، شكرا لمتابعة السيد العميد المحترم. شكرا بارك الله فيك. اذا الاخ فراس بعدك وياي؟ سمعت النداء مال السيد العميد؟ رعت سيدي القياده. لا مو القياده، التنسيق تم ما بين السيد مدير شؤون مبنى الوزاره والسيد مدير شؤون البصره العميد غالب. نعم. تراجع العميد غالب المحترم واسمك مثبت يمه، حتى عن طريقه يروجون طلب من القياده اذا كانوا بحاجه الى خدماتك، يروجوا لك طلب الاعاده الى الخدمه في مقر القياده. السيد انا كنت يمه من خابر عليه العميد عقيل. نعم. فقال لي روح راجع الوزاره قدم طلب. واضح اخي العزيز، راجعنا الوزاره، احنا نريد يعني الموضوع لم طول به. انت راجعت. نعم. الوزاره الموارد البشريه وجهت انه انت بالعفو ما قدمت، فبامكان مديريتك اللي صدر منها امر الفصل تراجعك. نعم. اذا كانت هي بحاجه الى خدماتك. شكرا لك اخي ولاتصالك، ناخذ اتصال اخر لشؤون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أنا فاحص 2017 التاريخ 25/3/2017 شرطة اتحادية. نعم. أنت شنو إعادة إلى الخدمة يعني كان عندك؟ لا لا أنا طلع جزء على الإلكتروني. زين. وتم الفحص والنجاح بصورة قبول. انتظر إجراءات الموازنة أخي العزيز. بس ما تسمح لي أستاذ، مو موازنة، حاليا على احتياط. ماذا أسمع؟ حاليا على احتياط، مخليني على احتياط. إي شنو مشكلتك؟ ما اعرف شنو مشكلتي، انا تطوع جديد وفاحص. اي جيد، اذا بما انه انت على احتياط، اذا انت اجراءاتك تقتضي ان تكون بالاحتياط. شنو المشكلة؟ فاحص بصورة كاملة وحصل للقبول يعني. راجع راجع مقر الشؤون الداخلية في المجمع التدريبي العقيد ماهر. هو استاذ راجعت طلع اسمي على احتياط. اي جيد، شنو عمو المشكلة؟ بالاحتياط راح نستفسر شنو السبب، طينا اسمك. محمد مهدي طاهر حسن الخماسي. محمد مهدي طاهر حسن الخماسي. طاهر النجف. بس اهدى يا اخي العزيز، اهدى. محمد مهدي طاهر حسن. طاهر حسن الخماسي من محافظة 2017. نعم 25/3/2017. اسمع نداء، برنامج جل شؤون للسيطرة. اسمعك جيد سيدي، تفضل ارسل اجر. اشكرك اخي العزيز عن طريقك كذلك منادات السيد مدير شؤون الداخلية في مبنى الوزارة العميد عقيل المحترم فيما يخص موضوع المتصل فاحص 2017 على ملاك الشرطة الاتحادية محمد مهدي طاهر حسن، حسب ما يخبرنا انه تم تبليغه انه ضمن الاحتياط، تدقيق موقفه واسمه، بارك الله بك. نعم سيدي استلمت واضح. هلا مدير شؤون مبنى الوزارة جب. نعم سيدي عميد عقيل. مدير شؤون مبنى الوزارة السيطرة، بارك الله بك على مسمع اتصال الاخ المتصل محمد مهدي طاهر حسن، سيتم تطبيق موضوع اسمه ضمن مديرية إدارة التطوع والإجابة خلال فترة البرنامج. نعم. شكرا سيدي بارك جهودك. نعم وصلت واضح، برنامج لشؤون سيدي للمعلومات، تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم. إذا متابعينا مشاهدي قناة الفرات الفضائية، فاصل ومن ثم نواصل.
عودة مرة أخرى مشاهدي متابعي قناة الفرات الفضائية، مستمعي إذاعة الفرات، ألو شؤون، بابنا باب وزارة الداخلية، نعود من جديد لسماع الطلبات والشكاوى إذا كانت هناك شكاوى. ألو شؤون، تفضل. جيب غيره. ألو، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيادة المقدم الله يحفظك، الله يساعدك، عيوني يساعد، يبارك بالجميع، الله يحفظك، هذا يضاف الى ما اترككم الحميده ان شاء الله. الله يحفظك، تفضل. انا ابني حسام فريد مطشر. حسام فريد مطشر هذا كان مو نقول هارب، قالوا له دب استقاله من زمن الطائفيه، وصارت العوده مالته بزمن عادل عبد المهدي. زين، صارت العودة مالته، رحت عودة هو وياي، أنا أخذته وياي بسيارتي. وين كان يداوم؟ جينا كان يداوم بالسفارة الروسية. نعم، حماية السفارات. أحسنت، الله يرضى عليك، ممنون منك. نعم. زين، شوف شوف، هذا رحنا لقينا اسمه لا مفصول. نعم. ولا أول ولا تالي. لا شلون؟ صدر الكتاب، عرفت شلون؟ يداوم، قالوا له تروح للفحص. تفحص، راح يفحص. عرفت شلون؟ اخي العزيز بس اسمح لنا، بس اسمح لنا. نعم. شلون دزوه يفحص وانت تقول ما صادر به لا امر فصل ولا طرد؟ لا امر فصل، والكتاب موجود مال مباشره مالته، عرفت شلون؟ انت اسم جنابك، انت فريد جنابك المتصل؟ اي انا فريد مطشر حريز. ابو حسام، اذا تسمح لنا، احنا شو نريد منك؟ هذا موضوع بتفاصيل. نعم. تاخذ الاوليات وتراجع. نعم. تاخذ اولياتك. الو. تاخذ اولياتك كلها. أي. وتراجع مقر الشؤون الداخلية في بغداد الكرخ ضمن قيادة الشرطة في منطقة الجعافر. أنا موجود، أنا ابني الجعافر. هو قيادة الشرطة تندلها؟ أي نعم عندلها. داخل القيادة مقر الشؤون الداخلية مال الكرخ. نعم. أي. اللي هي حماية السفارات من توابعهم. نعم نعم. أي. تراجع العميد محمد. أي. بلاد راح يكون بانتظارك. العميد محمد بلاد. محمد بلال؟ بلاد محمد بلاد. بلاد. اشكرك جدا، ممنون. راح النادي باسمك وراح يكون بانتظارك. الف شكر، الله يرضى عليك. اهلا وسهلا، الله يرضى عليك. اهلا وسهلا. برنامج الشؤون للسيطره. جيد سيدي، تفضل. اشكرك اخي العزيز، عن طريقك نادينا السيد مدير الشؤون الداخليه في بغداد الكرخ العميد محمد بلاد المحترم فيما يخص موضوع المتصل والد المنتسب فراس، عفوا، حسام فريد مطشر. حسام فريد مطشر، تسجيل اسمه ضمن الاستعلامات واستقباله والاستماع لشكوى او طلبه، كذلك تدقيق موقف المنتسب سابقا حسام فريد مطشر. سليمات. شكرا سيدي، نعم وصلنا. واضح المدير شؤون بغدادي كخدم. نعم سيدي. مدير شؤون بغدادي كخدم للسيطره المركزيه، اخي على مسمع من اداء الاخ المتصل الاخ مقدم سيف. شكرا سيدي. راح يكون بانتظاره باي وقت يحضر. واضح كلمتك؟ نعم سيدي العزيز. شكرا لجودك سيدي، بارك الله فيك، نعم السلمت واضح. برنامج جهاز شؤون سيدي للمعلومات، تفضل. اشكرك اخي، بارك الله فيك، على مسمع من نداء السيد العميد المحترم. اذا الاخ والد المنتسب سابقا حسام فريد مطشر، اسمك مسجل ضمن استعلامات القياده. ناخذ اتصال اخر لشؤون. الو، السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمه الله. سيدي الحديث، بس بخصوص الفحص مالتي انا اداوم بقياده قوات الشرطه الاتحاديه. وين الدوام بالقياده؟ مركز تدريب شنت يعني، بس مفصول. مركز تدريب النعمانيه؟ اي نعم. نعم سابقا. وفحصت اخر شيء مال شتمه. اخر فحص يعني من اذا تتطوع. اعطينا اسمك الكامل. احمد حاتم سبع. احمد حاتم سبع. سبع، راح ندقق اسمك قوام الاعاده. اعطينا الرباعي. احمد حاتم سبع موسى. موسى، اسمع النداء. برنامج الشؤون للسيطره. جيد سيدي. اشكرك اخي العزيز، عن طريقك نادينا السيد مدير الشؤون الداخليه في الشرطه الاتحاديه العميد محمد المحترم فيما يخص موضوع المتصل المنتسب سابقا احمد حاكم سبع موسى. اكمل اجراءات الاعاده الى الخدمه، كان منسوب مركز تدريب النعمانيه سابقا. اسمه موجود ضمن القوائم المرفوعه للاعاده من عدمه. سليمات. شكرا سيدي، نعم وصلت. واضح على مدير شؤون الشرطه الاتحاديه جد. نعم سيدي عميد محمد. مدير شؤون الاتحاديه، اشكرك على مسمع النداء. تحياتنا لك مقدم سيف. شكرا لك سيدي العزيز. تم
تم تدوين معلوماته راح نتفقها وجابتكم من وقت البرنامج ان شاء الله. عندنا اجابه من الحلقه السابقه. نعم. المتصل احمد حسين الوان جبر. الوان جبر صحيح. مكتوب سابقا للفرقه السابقه الشرطه الاتحاديه موضوع تصحيح مقتبس حكم. نعم. تم اكمال الاجابه حاليا في بريد الشيخ طاهر الفرقه السابقه بعد التوقيع سنوافيكم بالتفاصيل. شكرا سيدي. نعم. سيدي عميد محمد الله يسعدك ويسعد جميع وشكرا لجهودك. نعم سيدي سلمت واضح برنامج جهاز الشؤون السيدين المعلومات تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله فيك. إذا بخصوص الإجابات بالإمكان كل المتصلين متابعة على مدير شؤون وكالة مواقع الفرات الفضائية ضمن الفيسبوك وكذلك اليوتيوب وأخذ الإجابات. يتفضل السيد مدير شؤون وكالة شؤون الشرطة العقيد حيدر المحترم. جيد سيدي ناديتنا تفضل أرسل أجاب. نعم. الله يبارك فيك يا اخي مقدم سيف المحترم. بالنسبه للمتصل حسين خليل حسين تم تدقيق اسمه ضمن القوائم، تبين عدم رفع اسمه ضمن القوائم من قياده شرطه كركوك للمعلومات تفضل. شكرا سيدي. نعم. شكرا لجهودك سيدي. نعم السلمت واضح برنامج جهاز الشؤون سيدي للمعلومات تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من داس السيد العقيد المحترم عن طريقك منادات السيد مدير الشؤون الداخليه في كركوك العميد سنان المحترم فيما يخص موضوع المتصل نفسه حسين خليل حسين حمادي تدقيق اسمه ضمن مقر القيادة أسباب عدم رفع اسمه بارك الله بك. شكرا سيدي. نعم وصلك واضح على مدير شؤون محافظة كركوك أجل. إذا الأخ المتصل كذلك بإمكانك المراجعة. نعم نعم سيدي عميد سنان مدير شؤون كركوك تفضل. مدير شؤون محافظة كركوك سيدي. نعم المعاون مدير شؤون كركوك اخي على مسمع النداء المقدم سيد تم تثبيت اسم المتصل حسين خليل حسين سيتم التدقيق مع قياده شرطه المحافظه. اشكرك. شكرا لجودك سيدي. نعم السلمت واضح برنامج جهاز الشؤون السيدي للمعلومات تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم شكرا بارك الله فيك. اذا الاخ المتصل حسين خليل بامكانك كذلك مراجعه مقر الشؤون الداخليه في كركوك لمعرفة الأسباب. ناخذ اتصال آخر لشؤون. ألو. ألو السلام عليكم. ألو تفضل. أخي العزيز إذا تسمعنا. ألو. ألو السلام عليكم سيدي عزيز. عليكم السلام. السلام سيدي الله يخليك سيدي. سيدي أنا منتسب بوزارة الداخلية. نعم اسم جنابك. أنا والد رائد عبد عقار. رائد عبد عقار. نعم. نعم. عندي والدي شهيد ب 2006 مشيت المعامله يرحم والديه السيد عزيز مشينا معاملته كملت اجراءاته بال 2021 صدر به رقم قرار. نعم. قرار استشهاده. نعم. وصلت للمؤسسه مع الشهداء بالبوابه يم مصب الرافدين. هو شهيد شنو مواطن ضحايا ارهاب؟ اي ضحايا ارهاب. نعم. زين. صدر به رقم قرار بال 21. نعم. راجعت المؤسسه بالتدقيق الامني اسمه غلط مكتوب عبد عقاب مو عبد عقار عبد عقاب. نعم. من 21 لهسه انا قاعد اراجع عليها وبعد بعد التدقيق وين الامني باي مكان هذا الخطا بالضبط؟ وين هذا التدقيق الامني؟ المؤسسه مكان؟ المؤسسه بالكرخ. لا بس اسمح لي يعني المؤسسه من فاتحه اي دائره وطتهم هذا الاسم؟ يعني المؤسسه خطات بالاسم؟ التدقيق الامني. بس اسمح لي الخطا. نعم. من المؤسسه ومن جهه الامنيه اللي دققت الاسم؟ الجهه الامنيه دققت الاسم من التدقيق الامني يعني مجاوبين يعني جاوبوا المؤسسه باسم خطا اي نعم. انطينا هاي الجهه الامنيه اللي تم تدقيق الاسم بها حتى يظل نتابع وياهم. نعم هو مكتوب التدقيق الامني فقط. احنا نريدك تراجع مؤسسه الشهداء تاخذ فقط. منهم رقم الكتاب اللي موجهه الى هذه الدائره الامنيه او انت تقدم طلب للمؤسسه مره اخرى توضح انه هذا مو اسم والدك. نعم هو كاتبينه عبد اعقاب هو المفروض عبد عقار. اذا انت تاخذ مستمسكات اللي تثبت الاسم. نعم. ايه يعني هذا الموضوع احنا ما يخصنا تدري احنا فقط وزاره الداخليه وتوابع وزاره الداخليه ما عندنا اتصال. أشكرك. مع الاخوان في مؤسسه الشهداء. اشكرك رحم الله. شكرا لك ولاتصالك اخي. نعم اذا ناخذ اتصال اخر لشون. مقدم سيدي السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمه الله. سيدي اسمه ضمن قوائم العوده قياده حرس الحدود. حرس حدود اي منطقه؟ ايه الغاء تعيين سيدي. الغاء تعيين يعني انت ما مباشر. ايه. اسم جنابك؟
ادريس قاطع جاسم محمد. عبيس؟ ادريس 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 قاطع جاسم محمد. قاطع جاسم محمد. اكملت الاجراءات سيد وحب اشوف اسمه ضمن القوائم. ندقق لك اسمك ان شاء الله. اسمع نداء. برنامج الشؤون للسيطرة. أشكرك أخي. عن طريقك تنادينا السيد معاون مدير شؤون الداخلية في قيادة قوات حرس الحدود العقيد أحمد المحترم فيما يخص موضوع المتصل من الملغى أوامر تعيينهم مروج معاملة عادة إلى الخدمة إدريس قاطع جاسم محمد. تدقيق اسمه ضمن قوائم الإعادة موجود من عدمه. نعم نعم. هلا يا معاون مدير شؤون الحدود، اخي اشكرك، تحيه لك، تحيه المقدم سيف، كذا قناه الانتراك، على نفس النداء المتصل راح يتم تدقيق المعلومات ان شاء الله ويتابعك خلال البرنامج، بارك الله. نعم سيدي العزيز. نعم سيدي بارك فيك الله يسعدك، شكرا للسلامة، واضح برنامج شؤون سيدي للمعلومات، تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العقيد المحترم بانتظار الإجابات، شكرا بارك الله بك. إذا الأخ إدريس لك إجابة إن شاء الله، إذا مو بهاي الحلقة فبالحلقة القادمة بالتأكيد. ناخذ اتصال. وألو شلون؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله، مساء الخير، شلونك؟ بخير إذا أنتم كلكم بخير. الله يخليك سيدي العزيز، مقدم سيدي طيب. أنا إذا أسمع ترى صدى بكلامك، يعني أسمع صوت التلفاز وصوت التليفون. فأريدك تخفض لي صوت التلفزيون بالإذاعة. الله يسلمك بإيجاز رحمة الله على وجهك. إيه نصينا صوت الراديو. الله يسلمك. أنا سابقا متصل بالحدود في المنطقة الثالثة. المنطقة الثالثة. على برج مقاوير المنطقة الثالثة سابقا. نعم. فعادوني بال 2008. زين. بالأمر الإداري رقم 38250. في 2008. نعم. ورا ثلاث اشهر صار فصل لان اكو خطا عندي بالاسم. نعم. ومن ثم بالاعاده ورا تقريبا بالسنه 2019. بيام العفو مال السيد نعم. عادل عبد المعن. نعم. نعم. ما انقبلت بالقوائم الاعاده. شنو السبب؟ يقول انتم موقع عليكم السيد الوكيل الله يرحمه الاستاذ عدنان هادي. شنو عنده قيد جنائي؟ لا لا ما عنده اي شيء. لا شنو سبب رفض اعادتك للخدمه؟ ما قبلوا اعادتي، يقول احنا ما داخل انت من ضمن الحاسبه. انطينا اسمك الكامل. جبار محيسن شيخ ناب غالي. جبار محيسن شيخ ناب غالي. شيخ ناب؟ نعم. غالي؟ ورا شيخ ناب، ورا شيخ ناب شنو؟ شيخ ناب غالي. غالي، اسمع النداء اخي العزيز وتابع البرنامج. ما اي اسم بالحاسبه. تابع البرنامج واستمع الى ما يطرح ضمن البرنامج فيما يخص موضوعك. برنامج الشؤون للسيطره. تفضل. اشكرك اخي العزيز، كذلك عن طريقك منادات السيد معاون مدير شؤون الداخليه في قياده قوات حرس الحدود العقيد احمد المحترم فيما يخص موضوع المتصل جبار محيسن شيخ ناب غالي. حسب ما يخبرنا كان منسوب قيادة قوات حرس الحدود المنطقة الثالثة فوج مغاوير. تدقيق اسمه ضمن القوائم حسب ما يخبرنا انه بالعفو 2019 تم رفض اعادته الى الخدمة بسبب عدم وجود امر بتعيينه حسب ما يخبرنا. تدقيق موقفه بارك الله بك، وشنو الاجراء اللي يتم اتخاذه؟ شكرا سيدي. نعم الصمت واضح. نعم. معاون مدير شؤون الحدود سيدي. نعم سيدي عقيد احمد. معاون مدير شؤون الحدود اشكرك على نفس الاخبار المتصل. ايضا راح يكون تدقيق المعلومات واجابتكم ان شاء الله خلال البرنامج. ان شاء الله سيدي. بارك الله فيك سيدي، شكرا للسلامه واضح. برنامج شؤون سيدي للمعلومات تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العقيد المحترم، شكرا بارك الله فيك. اذا ناخذ الاتصال الاخير لهذا اليوم، الو شؤون تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خوي انا فوج الطور داهم، فوج طوارئ خامس. انت منتسب حاليا؟ لا انا هروب ورجعت ورجعوني وشاف ثلاث اشهر اداوم ورجعوني للقياده، القياده تقول لي روح للمعاونيه والمعاونيه تقول لي للفوج والفوج يقول لي للقياده وتاهت. انت شو اسمك؟ اسمك الكامل؟ انا
حسين حمدان عبد الحمزة. حسين حمدان عبد الحمزة. عبد الحمزة أي فوج طوارئ؟ فوج خامس. فوج طوارئ الخامس. أنت حاليا بدك تحكي وياي أنا أخوك مقدم سيف، استعمل السياقات العسكرية بالكلام. فوج الخامس. نعم فوج طوارئ الخامس. راح ندقق موقفك وإن شاء الله الخير اسمع النداء. أي والله سيدي أنا هاي تعبون حيل تعبون. إن شاء الله اسمع النداء. برنامج شلون للسيطرة؟ جيد سيد تفضل. أشكرك أخي العزيز. عن طريقك نادينا السيد مدير شؤون الداخلية في بغداد الكرخ العميد محمد بلاد المحترم فيما يخص موضوع المتصل حسين حمدان عبد الحمزة منسوب فوج طوارئ الخامس، إجراءات الإعادة واستقباله وقبول مباشرته، آخر إجراء بحقه بارك الله بك. نعم سيد السلامات واضح. ألو مدير شؤون بغداد الكرخ سيدي. إذا كان فوج طوارئ الخامس ضمن بغداد الكرخ. مدير شؤون بغداد الكرخ للسيطرة المركزية، أخي على ما أسمع من نداء الأخ مقدم سيف والأخ المتصل حسين حمدان عبد الحمزة، راح يتم إجراء اللازم مع إدارة قيادة شرطة بغداد الكرخ وإعطاء النتيجة لكم إن شاء الله بأسرع وقت. أشكرك إن شاء الله سيدي العزيز. شكرا لجودك سيدي بارك الله فيك. نعم الصمت واضح. برنامج أهل شؤون سبيل المعلومات تفضل. أشكرك أخي على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله بك. إذا إلى هنا مشاهدينا متابعي قناة الفرات الفضائية انتهت حلقتنا لهذا اليوم. دائما نؤكد ونذكر أن كل هذه البرامج التي تبث من وزارة الداخلية هي بتوجيه السيد معالي وزير الداخلية لإسعاف طلبات المواطنين والمنتسبين على حد سواء. إن شاء الله نكون على قدر من هذه المسؤولية بتقديم الخدمة إلى الجميع. إلى لقاء وحلقة أخرى وبرنامج الشؤون. إلى اللقاء.